السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما وليت نقول لكم كل مرة قبل ما نبدأ شي تذكير، المواد اللي تتواجد في الكريمات اللي تتباع في الأسواق يجب على المستهلك أن يبحث فيها ويستنتج هل هي صالحة له أم لا، فهو المسؤول عن صحة جسمه وخاصة صحة دمه، لأن معظم الكريمات الموجودة في عالم لأن معظم معظم لأن هناك كريمات قد تكون طبيعية، قد تكون كيميائية أكثر من طبيعية، قد تكون مفيدة للصحة، قد تكون ضارة للصحة. فالمستهلك خاصو ضروري ما يشوف المواد باش مصنوعة، لأنها مكتوبة كاملة، خاصة هاد المواد اللي تتدهن فوق الجسم. دابا غادي نختار لكم واحد المنتوج اللي اختاريته لكم من عالم لاباغا فارماسي. هو منتوج مهم بزاف للبشرة اللي تتقبض فيها الشمس. معروف أن لي كريم سولير ماشي خاصنا نديرهم غير في الصيف، بل كاينين بعض الناس اللي تسقط فيهم الشمس وتسقط فيهم أشعة الشمس واخا تكون الشتا هابطة. فهناك يعني تختلف بشرة الإنسان من إنسان لإنسان، وواقي الشمس نورمالمون خاصو يدار في الصيف وفي الشتاء وفي جميع الفصول، لان هذاك الضوء هو اللي دوك لي زي في لي زي في بي اللي يقدروا ياثروا على صحه البشره. قد تكون من الضوء ديال النهار، يعني واقي الشمس الناس اللي تخدموا خاصه في اوقات الذروه، خاصه في اوقات اللي تكون الشمس ضاره، والاوقات اللي تيكونوا يعني خداو لا فيتامين دي وخاصهم يحميو نفوسهم باش الوجه ديالهم واليدين ديالهم ما يتاثروش بهذا بالشمس الضاره. فخاصهم يديروا هاد الكريمات الواقيه من اشعه الشمس. غادي نهضر لكم دابا على كابيديرما. وهذا كابيديرما نحطو لكم هنا باش تشوفوه. كابيديرما هو منتوج كندي من كندا. كابيديرما هو واحد كما قلت لكم ماد ان كندا، منتوج اللي هذا جميل جدا، يعني مهم جدا، واقي شمس للبشره الحساسه، والهدف ديالو هو الحمايه من ضد حروق الشمس وتلف البشره اللي تقدر تاديها هاد حروق الشمس تادي بها الناجمه عن هاد حروق الشمس. ايضا هاد كريم كابيديرما هو فيه انفيزيبل، يعني لون بدون يعني بدون لون، شفاف، وهذا اللي سنوريكم دابا فهو كلير، يعني فيه واحد اللون اللي تيجمل البشره بواحد اللون، يفتح لون البشره وتعطيها واحد الجماليه. بالنسبه لهذا المنتوج هذا يعني تحمي مزيان من اشعه الشمس. هو كابيديرما كريم، الاسم ديالو كابيسون 50 بلس، يعني هذا الاسم ديال هذا المنتوج هذا كابيديرما. طريقه الاستعمال ديالو ملي تفتح، واخا فيه لادات، ملي تفتح خاصنا نستعملوه لمده 6 اشهر، يعني صالح لمده 6 اشهر بعد الفتح الى بقى مسدود، فتنغسبكتيو لادات اللي فيه، يعني تنحترمو هذا التاريخ اللي فيه، الا حليناه فتستعمل 6 اشهر. بالنسبه اللي هو الشكل ديالو فهو كريم، يعني كريم اللي هو يعني لا تيكستور ديالو كما تنقولوا الملمس ديالو ناعم. ايضا هو هذا مقاوم للماء، يعني اذا توضى الانسان ولا قاس الماء بلا ما يمسح بفوطه او لا هذا، فهو تبقى حامي من المزايا اللي فيه ضد اشعه الشمس. الحاجه الجميله اللي فيه اللي خلاتني انني تنصح به بزاف الزبناء ديالي، هو انه بدون عطر،
بدون عطر، يعني سون بارفان، فاش يكون المنتوج بدون عطر فسيكون تيكون مهم بزاف. ايبو اليرجينيك كذلك فهو ميزه مهمه فيه. هذا التقنيه ديالو يعني فعاله لصالح البشره ديالنا. تاثيره على البشره غير لامع، ايضا يحمي البشره من ايضا يحمي البشره من الشيخوخه المبكره. وفاش تستعملوا المراه يعني تعطيها واحد هذا الكلير، تعطيها واحد يعني واحد الثقه في النفس، ان الا كانوا عندها مشاكل في الوجه ديالها او لا عيوب، فهو تيقدر انه يدركها لها ويخليها تتبان في احسن صوره. بالنسبه لهاد لا كريم كابيديرما، فانا في المحل ديالي تيتمشى لي الكلير بزاف، لان بزاف ديال النساء اللي تيبغيو انهم يبانوا الوجه ديالهم يبان مزيان. ف اللي اختاريتو، ممكن تختاروا هذا الكلير، ممكن تختاروا الانفيزيبل، فبجوج مزيانين. نتمنى انني نكون وصلت لكم بعض المعلومات على الكريم الجميل كابيديرما، وتجربوه وشكرا.